بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. به ربي لا يقبل الشريك. تجي وقت اللي مع شريكك هو يقدرك ولا انت تقدروا، ربي مع الشريك ثالث لكم. هذا في مسألة المعاشرة، يعني ربي ما عادش شارككم في أمركم أمركم لأنكم بعدتوا على الإسلام. كذلك الشرك ظلم عظيم، وأغلب الذين يدعون الإسلام منهم من أقبح المشركين بالله. ومضى الحديث، أنا أكمل مرة وأقوله، عباد الجنس الحرام، عباد السولجان، عباد النياشين، ولما جر هم مشركون حبوا أم كرهوا. والسلام.